بعض الخبراء بيقولوا انه في 17 تنظيم مسلح في سيناء، هل في مبالغه في الرقم؟ لا 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 طبعا اعتقد انه اقل اقل بكثير. اعتقد هم تنظيم بيت المقدس اعتقد هم اللي موجودين في الصوره، لانهم عندهم تقريبا اله اعلاميه فيما يتعلق بموقع التواصل الاجتماعي، فبيعلنوا عن بعض العمليات اللي بيقوموا بيها يعني، وهم ليسوا بكسرهم قله، وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله نحن في سبيلنا الى انهاء هذا. مين بيقود تنظيم بيت المقدس؟ في شخصيه محدده الامن عارفها؟ لا، هو كان التنظيم كان الزعيم الرئيسي اللي هو شادي منيع، وقد قتل في عمليه امنيه نوعيه الحقيقه في الشهور الماضيه، والفلول زي ما قلت كده ما تبقى من هذا التنظيم هم الذين يقومون بعمليات مسمى، فهي عمليات عشوائيه غير منظمه، ليست هناك لها قائد. كل واحد او كل اثنين ثلاثه يقدروا يعملوا عمليه بيقدروا يعملوها بدون تشاور يعني. بمناسبه الاسماء، احمد العشماوي المتهم في محاوله اغتيال وزير الداخليه في سبتمبر السنه اللي فاتت، هل يعني في اي معلومات جديده بخصوص مصير هشام؟ قصدك هشام عشماوي العشماوي؟ لا، هو طبعا هو ما زال حتى الان متهم بنلاحقه. عندنا معلومات ليست مؤكدة أنه قد قضي في بعض العمليات العسكرية، لكننا لا نستطيع أن نؤكد هذا إلا رسميا حتى هذه اللحظة، لا نستطيع أن نؤكد إن كان قد قتل أم لا، لكننا نطارده مع باقي متهمين لعل آخرهم المواجهات الأخيرة التي تمت في صحراء السويس. نحن نلحق هذا التنظيم وهؤلاء العصابة، وانا اعتقد ان احنا حاسين كمان بقد ايه احنا الحمد لله. مصادر تمويل هذه الجماعات التنظيمات؟ هو طبعا كان في تنظيمات كان بيجيها بعض هناك دول اقليميه للاسف الشديد ولكن لا تريد الخير الى مصر، كانت بتمد بالاموال لهؤلاء. دول اقليميه؟ طبعا دول اقليميه عربيه، للاسف واحده عربيه واخرى تركيا على سبيل تركيا وقطر يعني. طبعا انا عايز هم هؤلاء الدولتين الذين يدعمون الارهابيين في مصلحتهم، وللاسف الشديد انا لما اتكلم عن قطر بتكلم عن دول عربيه، وحاجه للاسف الشديد انا لا اتحدث عن الشعب القطري انما اتحدث عن النظام القطري. النظام القطري نظام يده ملوث بدماء الشهداء الذين يسقطون يوميا في مصر الحقيقه، بدعمهم المادي والمعنوي للجماعات الارهابيه في مصر. في ادله عندكم على الكلام ده ست لو؟ طبعا احنا مش عايزين نتكلم في الادله. طبعا في ادله، عندنا شواهد كثيره جدا جدا. وبعدين انا يعني انا عايز اقول يعني البوق الاعلامي الذي يسمى الجزيره اتفرج عليه وشوف مدى التحريض التي يتم عبره على مدار ال 24 ساعه، الاستضافه المدفوعه مقدما للعناصر الارهابيه وعناصر الاخوان الارهابيه الموجوده في قطر، حتى اللي بنسمعه ان هم رحلوا، وانا اعول كثيرا على تلك الاخبار لانني لا أعلق إلا على المصادر الرسمية. في ناس يعني كتبت على مواقع، أنا لا أتحدث. طبعا أنا لا أعلق على ما يكتبه الآخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ليس هناك بيان رسمي من الدولة القطرية أقبلك عن قيامها بترحيل عناصر التنظيم الإرهابي من بلدها، أنا ما عنديش الكلام ده، ومن ثم لا أتعامل مع ما يبثه الآخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو صحت، حتى لو صحت ما يتم تداوله. انا بشوف برضو ان انا بمشيه وبأمكنه من حتة تانية وبرعيه في حتة تانية وجهز له مكان آمن في مكان تاني. اعتقد يعني مسألة تغيير محل تغيير إقامة. محل إقامة لضغط خليجي فبيطلع من حتة يطلع يعني كلام، ليست هناك نية حقيقية للوقوف في الاصطفاف العربي من جانب النظام القطري للأسف الشديد.